السلام عليكم، معكم قناة وصفات أم فدوى، تحيتي للجميع. وصفتنا اليوم صاب ليومي ناجح 100%، هشويدو في الفم. وشكون فينا ما يحبش هذه الحلوى الأكثر من رائعة؟ نديروه في الحفلات، المناسبات، ولا القهوة الصباح والعشية. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم وتجربوها. قبل ما نبدا نذكركم بلايك او جمله فيديو قبل المشاهده. من فضلكم خلوا لي تعليق بسيط باش تشجعوني نواصل معكم في منصه اليوتيوب، وبارطاجوا الكيفيه بين احبابكم وناسكم لتعمل فائده ومشاهده طيبه للجميع. نبداو على بركه الله في وصفتنا. عندي 250 غرام من المارغرين الطريه او بدرجه حراره المطبخ، اذا كانت شويه يابسه قطعوها الى قطع صغيره، دخلوها شويه في الميكرووند قيس ما تدي درجه حراره المطبخ ولا تطرى شويه. زدت لها كاس تاع لاتاي ولا فنجان صغير تاع القهوه من الزيت، رشه الملح، وعندي هنا كاس ناقص اصبعين من السكر ناعم، بويسك رانا راح نديرو الكونفيتور او المعجون، دونك نقصو شويه تاع السكر. هنا عندي عطر الكراميل وعطر الفاني، انا نخلطهم مع بعض، يعني ندير ملعقه كبيره عطر الفاني وملعقه كبيره عطر الكراميل، راح تعطيني بنه بزاف شابه للصابلي تاعي، خاصه اذا درتو هذه النوعيه، يعني العطر يكون سائل ماشي بودره. اذا كان عندكم بودره الفاني عادي ديروا ملعقه كبيره. ونجيبو الباتور تاعنا او الخلاط الكهربائي ونخلطو مليح المكونات حتى نتحصلو على جونغ كريمه، يعني الخليط تاعنا او المزيج يولي كريمي كيما راكم تشاهدوا امامكم. اذا دخلتوا صدفه للقناه وعجبكم المحتوى والوصفات، ما عليكم غير تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد. وبعد ما ندمجوا لي مليح المكونات السابقه نزيدوا حبه البيض. هنا حبه البيض ديروها متوسطه الحجم ولا ديروها كبيره غير كيف كيف. من بعد راح تكون كميه الفرينه على حساب حبه البيض، يعني لا كانت كبيره ولا صغيره. نزيدوا نخلطوا هنا شويه البيض مع الزبده والزيت وباقي المكونات او السكر والعطر، خلطوهم مليح كما راكم تشاهدوا. ومن بعد راحين نحبسوه هنا مع الباتور، يعني نستغناو على الخلاط الكهربائي. نضيفو كاس تاع النشا او المايزينا ونضيفو معها ربع ملعقه صغيره من خميره الحلوى او الخميره الكيميائيه. خميره الحلوى نديرو غير شويه قسمة تعطينا الهشاشه للصابلي، والشكل تاعو يبقى هو هو، يعني ما يتغيرش ما يكبرش الشكل تاع الصابلي تاعنا. من بعد نبداو نضيفو في الفرينه بالتدريج. هنا نخلطو غير بلا ماغيس، ومن بعد راحين نخلطو بيدينا. ضفت زوج كيسان تاع الفرينه، يعني كاس تاع النشا زوج كيسان تاع الفرينه، نزيدو نخلطوهم مليح ونزيدو نضيفو الكاس الثالث. راح نعطيكم المقدار بالضبط تاع الفرينه هكذا باش ديروا يعني حسابكم. نزيدو نخلطو كيما قلت لكم الكاس الثالث، نزيدو الكاس الرابع توجور راهي العجينه هنا مرخوفه او العجينه هي طريه بزاف. نزيدو الكاس الرابع هنا درت فوق لا ماغيز هكذا باش نمسحها نحي الفائد تاع العجينه كيما راكم تشوفوا. وهنا راح نستعمل يدي طبعا باش نتحكم في قوام العجينه. كل ما تتلمسوا العجينه راكم راحين تعرفوا انها تتلاصق ولا تكون طريه بزاف ولا متماسكه، المهم تستعملوا يدكم. دخلت مليح الكاس الرابع تاع الفرينه كيما راكم طلعتوا. بالنسبه للكاس الخامس ديت منه ربع فقط، يعني كميه الفرينه جاتني ربع كيسان وربع فقط، على حساب طبعا كيما قلت لكم الحجم تاع حبه البيض. اذا كانت متوسطه ولا شويه كبيره راح تجيكم هذه الكميه تاع الفرينه، اذا استعملتوا حبه بيض تكون صغيره راح تنقص طبعا الكميه. دونك روحوا معها غير بالعقل حتى تتلمى لكم العجينه وتولي متماسكه، عجينه صابلي عاديه كيما مورفين نديروها كيما راكم تشوفوا. خلوها نوعا ما شويه طريه باش يجيكم الصابلي تاعكم مهش. شوفوا هنا الكاس الخامس ديت منه فقط ربع. راح هنا نلم العجينه تاعي نغطيها بالبلاستيك، نغطيها بان تورشون، نروح نديباراسي لو بلون دو طرافاي ونوجد الطواحين، نوجد السنيوان، نشعل الفرنيتو ونجيب هنا كره العجينه. بعد ما ترتاح 5 دقائق ولا نحطها فوق قطعه بلاستيك، تقدروا تحلوا ساشي ان ساك دو كونجيلاسيون تحطوا فيه كره العجينه، تزيدوا تغطوها من الاحسن من فوق بقطعه بلاستيك هكذا باش تفتح لكم العجينه وما تلصقلكمش في الغولو. كما تقدروا تاني كيف كيف الا ما عندكمش ترشوا شويه تاع الفرينه من تحت شويه فرينه من فوق وتحلوها بالحلال كيما راكم تشوفوا. السمك تاعها يكون نوعا ما رقيق، ما تخشنوش بزاف العجينه تاعكم باش تتحصلوا على كميه لاباس بها. انا فتحت العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا السمك تاعها. من بعد نجيب القطعه، تقدروا ديروا من بالكاس يعني عادي ما تكلفوش نفوسكم،
جيبوا قطعة دائرية ولا كاري ولا قلب ولا كيما تحبوا نتوما، واللي متواجد عندكم ديروا به، ما عندكمش كيما قلت لكم ديروا غير بالكاس. نقطع الصابلي تاعي بهذا الشكل، فوالا. بعد ما طبحت الحلوى تاعي او الصابلي كيما راكم تشاهدوا، هنا نحي الاطراف تاع العجينه بهذا الشكل. هذوك الاطراف تاع العجينه نكورهم ونحطهم في الغيسيبيون اللي كنت درتو او غطيته بالبلاستيك هكذا باش ما تيبسناش العجينه. نرفد حبات الصابلي ونستفهم في صينيه الفرن اللي كنت ديجا وجدتها وغطيتها بورق الطهي كيما راكم تشوفوا. نكمل نفس الشيء، يعني نرفد الحبات غير بالعقل بهذه الطريقه ونستفهم في الصينيه. الصابلي هو الحلوى المحبوبه عند معظم الجزائريين، نحضروه في المناسبات، نحضروه في ضياف الغفله، يعني نديروه ليه ليه تمتم، نطلوه بالمعجون ونحطوه تاني للضياف كيما نقدروا نديروه للقهوه الصباح والعشيه للعائله، يعني راهم يحبوه بزاف وليداتكم، دونك ما عليكم غير تحضروه لهم. بعد ما كملت الصابلي تاعي راكم تشوفوا هنا استفتو في الصينيه، نجيب هنا حاجه بوشون ولا اي حاجه متواجده عندكم. انا عندي هاد لادوي صغيره، نبداو نتقبو نديرو صف بصف، يعني 5 حبات يكونوا صحاح و5 حبات نتقبوهم مثلا كيما راكم تشوفوا، يعني حبه بحبه هكذا باش يلصقوا الصابلي تاعنا من بعد. وطبعا الفرن تاعي كي كملت العجينه اشعلته، يعني راني شعلته من قبل باش يسخن. نكمل انا نتقب الصابلي تاعي وراح ندخلو، يعني سخنوا الفرن تاعنا مليح ومن بعد نقصلو نرجعوه نار متوسطه تقريبا 160 حتى 170 درجه. بعدها نحطو الصينيه تاعنا في الرف الوسطاني ونخلوه يطيب 10 دقائق لا اكثر. غير تشوفوه ولا غوز في الجوانب، عرفوا انه تحمر شويه من تحت، هنا ما شعلتش عليه من الفوق، طيبته غير 10 دقائق. نخلوه يبرد ونحطوه هكذا في سنيوه ولا صحن ولا نستفوه بهذا الشكل ونخلوه يبرد تماما، ومن بعد نلصقو حبه مع حبه، حبه اللي تكون صحيحه ونحطو فوقها الحبه اللي تكون رطوبه بالمعجون. المعجون يكون اختياري على حساب الادواق تاعكم، عندكم تاع لافخاز ديرو، عندكم تاع البرتقال ولا تاع المشماش، جينيرالمون كامل الجزائريين يحبوا هذا الصابلي بالمعجون او مربى المشماش، دونك ديرو واش حبيتو. تلصقوا حبه مع حبه جوست تطلوها وتلصقوها بهذا الشكل كي تكملوا كامل الكميه. نجيبو هنا سكر غلاس او السكر الناعم، نرشوه هكذا من الفوق بهذه الطريقه، ومن بعد نديرو هذاك المعجون في اون بوش جوتاب نتقبوها ونعمرو هذاك الوسط. وطبعا الصابلي تاعنا يكون واجد وللتقديم، يعني تقدروا تقدموه مباشره للعائله في قهوه الصباح ولا العشيه. كانت هذه وصفه اليوم، صابلي بالمربى ناجح 100%. نتمنى باش تجربوه، ما بقالي الا نقولكم تهلاو في رواحكم، نضرب لكم موعد في الايام القادمه ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.